أهلا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر. نحن اليوم أمام المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله. نشير بداية إلى أن قوات الاحتلال صباحا اعتقلت الشيخ خالد الحاج، وهو أحد قيادات حركة حماس البارزين في الضفة الغربية. هنا مشاهدينا كما ترون اعتصام جماهيري تقوم به أو تنظمه نقابة المحامين الفلسطينيين احتجاجا على القرارات بقانون التي سنها الرئيس الفلسطيني، والتي تحتج عليها النقابة وتقول بأنها لن يعني أو ستقوض من استقلالية القضاء الفلسطيني. اليوم الاعتصام يتم أمام المجلس التشريعي الفلسطيني لما له من رمزية، ولأنه أيضا حسب أقوال أو حسب ما يقول المحامون بأن هذه القرارات بقانون ستؤثر أيضا على نزاهة الانتخابات القادمة. سيكون أيضا مبيت لهذا الاعتصام، سيبيت المحامون هنا ليلا نهارا حتى يحققوا مطالبهم. سنلتقي بالأستاذ داود درعاوي، يعطيك العافية. تحياتي لك ولكل المستمعين الأفاضل. أستاذنا، اليوم يعني رمزية المكان أمام المجلس التشريعي، كانت الاحتجاجات السابقة أمام مجلس القضاء الأعلى. اليوم نقابة المحامين اختارت هذا المكان يعني كي تضع يدها على موطن الألم، الألم النازف الذي استمر منذ الانقسام الأسود وحتى هذه اللحظة، الانقسام الذي غيب المؤسسة الدستورية التي تعبر عن طموح الشعب وعن حرياته وعن مواقفه باعتبار الشعب مصدر السلطات. هنا المفترض أن هذا بيت الشعب، ومن هنا صدر قانون السلطة القضائية التي قوضت استقلاله السلطة التنفيذية بالقرارات بقانون. نحن في هذا الصرح إنما نوجه رسالتين. الرسالة الأولى إلى المواطن الفلسطيني بأنه نقول له أنت مصدر السلطات، لا تتخلى عن حقك الدستوري والأصيل. لا شرعية لأحد إلا من خلال الشرعية التي يعطيها الشعب عبر صندوق الانتخابات، وبالتالي على الجماهير الفلسطينية أن تعي ما ينتظرها وأن تدافع عن حقها باستقلال بقضاء مستقل ونزيه وكفؤ قادر أن يحمي حقوقها وحرياتها العامة، وبالتالي جعل هذا القضاء دائرة من دوائر السلطة التنفيذية وإخضاعه لحالة من الهيمنة والتفرد والاستبداد والقهر الذي سيدفع الثمن هو المواطن الفلسطيني، سيدفع ثمنه من حرياته العامة، من حقه في التعبير عن الرأي، من حقه أيضا في اختيار ممثليه خلال العملية الانتخابية، لأن هذه القرارات بقانون بمضمونها تقوض العملية الانتخابية في أي وقت، وبالتالي هي جاءت مستبقة لنتائج العملية الانتخابية، وبالتالي هي تستهدف قرار وخيار الشعب في اختيار ممثليها أولا. الرسالة الثانية موجهة إلى الفصائل وأمناء عمون الفصائل وإلى المتحاورون في القاهرة بأن التوافق أولا يجب أن يكون على أرضية أن كرامة الإنسان الفلسطيني هي الأساس الذي يجب عليه التوافق، لأن التوافق السياسي لن يكتب له أي نجاح دون أن يكون قائما على الإرادة الشعبية، وعندما يأتي التوافق السياسي متنكرا للإرادة الشعبية وحق الجماهير بأن تعلي صوتها وأن يكون لها دولة تحترم المواطنة أولا وتحترم مبدأ الفصل بين السلطات وتحترم مبدأ سيادة القانون وتحترم استقلال القضاء، لا يمكن لأي كيان سياسي قادم أن يكون كيانا ديمقراطيا، إنما ستمتد حالة يعني الانقسام بكافة أشكالها، وحالة الهيمنة والاستبداد ستستمر، لأنه لا يمكن أن يكتب لنا كفلسطينيين أن نتجاوز ما أفرزه الانقسام خلال السنوات الطويلة إلا بإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، ولن يتأتى ذلك إلا بالذهاب إلى قانون يقر العدالة الانتقالية، ينصف ضحايا الانقسام، يعيد بناء المؤسسات على أسس وطنية دستورية لا على أساس المحاصصة السياسية. وهذا الحديث يشمل الضفة ويشمل القطاع، لأن ما حصل خلال السنوات الماضية من انقسام قوض الحالة الدستورية وقوض الحالة القانونية وجعل الشعب يعيش تحت حالة من الاستبداد في المحافظات الشمالية والجنوبية.
وبالتالي أصبح التعامل مع يعني الضفة أو القطاع كمزرعة، كيعني كعزبة لأشخاص متنفذين، لأن لا شرعية لهم دون الذهاب إلى انتخابات تجدد شرعياتهم. وهذه الرسالة يجب أن تكون أساس لحوار القاهرة، أن أعيد بناء المؤسسات على أسس دستورية قانونية لا على أساس المحاصصة السياسية. شكرا. نعم، شكرا لك أستاذ داود درعاوي. أيضا يعني سنلتقي بالأستاذ فاتح حمارشة وهو أمين سر جمعية نادي المحامين الفلسطينيين. أستاذنا، يعني خطورة هذه القرارات بقانون على استقلالية القضاء، يعني كان هذا العنوان الذي تحدثت به نقابة المحامين وأيضا جمعية نادي القضاء، لكن كيف ستؤثر على سير العملية الانتخابية خاصة ونحن قادم، يعني ستكون هناك انتخابات قادمة؟ يعني هذه القوانين أولا صدرت بشكل مخالف للدستور الفلسطيني، القانون الأساسي الفلسطيني، وهي تخالف مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وصدرت دون إرادة شعبية، وصدرت بشكل مخالف للمبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، وبالتالي هي تؤثر بالنتيجة على العملية الانتخابية، لأن هذه القضاء لا تؤسس لقضاء مستقل، والقضاء غير المستقل سيجعل من المجلس التشريعي القادم المنتظر من قبل الشعب الفلسطيني محاصر من قبل السلطة القضائية، لأن القضاء غير المستقل قد يقوض كافة الجهود الرامية لوجود مجلس تشريعي منتخب ويمثل إرادة الشعب الفلسطيني. نعم، أيضا كان هناك اعتراض لديكم على تعيين الدكتور عيسى أبو شرار تحديدا بالاسم، وهو جاء لإصلاح القضاء. يعني حقيقة هو يعني كل المجتمع المدني وجمعية نادي القضاء ونقابة المحامين جميعها تجمع على أن ما قام به المجلس الانتقالي لم يؤدي إلى إصلاح القضاء، وكل ما قام فيه هو عبارة عن يعني قرارات ارتجالية واعتباطية وغير مدروسة، بالعكس هي أدت إلى تراجع أداء السلطة القضائية بشكل ملاحظ، وبالتالي تعيينه، حتى أن تعيينه جاء بطريقة مخالفة لمبدأ المساواة كمبدأ دستوري، وتم وضع النصوص القانونية من قبله واستثنى نفسه من سن التقاعد الإلزامي المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية وهو سن 70، ووضع نصوص فصلها على مقاسه، وتم تعيينه بشكل مخالف للدستور والقانون، وبالتالي لا نعتقد أن من يقوم بمثل هذه الإجراءات التي تمثل حالة تضارب مصالح هائلة ومخيفة أن يكون قادر على تحقيق إصلاح في الجهاز القضائي. نعم، شكرا لك. أيضا مشاهدينا، تم إحالة أكثر من 20 قاضيا إلى التقاعد القسري في بداية 2020 كنوع من العقوبات. أحد القضاة الذين تعرضوا لهذه العقوبات كان الدكتور وليد أبو ميالة. يعطيك العافية أستاذ. أهلا بيكي أستاذنا. يعني تعرضتم لعقوبات أنتم العشرين قاضيا في بداية العام 2020 وهي التقاعد القسري، كان هذا في بدايات تعيين الدكتور عيسى أبو شرار لإصلاح أو تحت عنوان إصلاح القضاء الفلسطيني. نعم، بتاريخ 15/7/2019 صدر مرسوم رئاسي بتعيين عيسى أبو شرار رئيس لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي بحجة الإصلاح. استمر عمله لغاية شهر واحد من العام 2021 ولم يحقق من الإصلاح شيء سوى أنه انتقم من 39 قاضي، أحالهم إلى جزء منهم أحيلوا إلى التقاعد وجزء منهم إلى الندب دون أي مبرر، وإنما يعني تنفيذ لحقد داخلي شخصي في 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 نفسه ونفس الآخرين المتنفذين في مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. يعني كانت هذه القرارات كيدية بحق القضاء. نعم، كيدية وانتقامية. الهدف من هاي القرارات وكافة القرارات اللي اتخذها مجلس القضاء الأعلى وللأسف الشديد هي الاستعباد السلطة القضائية وتمريرها وجعلها أن تسير في ركبه وركب مستشاري لتنفيذ مآرب شخصية لهم فقط. اليوم اعتصامكم يشمل المبيت داخل المجلس التشريعي الفلسطيني، الرسالة التي تودون إيصالها وإلى أين هذه الاحتجاجات؟
نحن بكل صراحة نوجه رسالة إلى فخامة الرئيس أبو مازن الذي أصدر قرارات بقانون ذوات الأرقام 39 و40 و41 الماسة بالشأن القضائي والماسة بالحقوق والحريات والماسة بمصير الانتخابات للمجلس التشريعي الذي نقف أمامه اليوم. هذه القرارات جعلت من القاضي الذي يجب أن يكون حراً مستقلاً في عمله وإصدار قراراته مجرد موظف يخضع لسلطة حددت 6 طرق لجعله ينفذ ما يطلب منه المسؤول. قرارات بقانون هذه القرارات 39 حدت من الحريات والحقوق للمواطن الفلسطيني. هذه القرارات التي سنها المجلس التشريعي في على مدى 5 أو 6 سنوات مع الرئيس الراحل أبو عمار رحمه الله والذي كان رمزا للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية 5 سنوات والمجلس التشريعي يصارع المرحوم أبو عمار لما أصدر قانون السلطة القضائية الذي يتباهى فيه الفلسطينيين على مستوى الشرق الأوسط. هذا القرار هذا القانون قانون السلطة القضائية لم يرق لبعض المتنفذين في هذا الوطن وتقرر تعديده في ليلة ظلماء ولم يرى النور إلا بعد أن تم إقراره ب11 يوما وفوجئ المجتمع الفلسطيني بنشره في 11/1/2021 نظم في جنح الظلام لمصلحة شخوص محددين ولم يبقى أن يقال أكمل الفراغ التالي. الأسماء معروفين للجميع. هذه القرارات بقانون مست كما قلت الحقوق والحريات مست كرامة واستقلال القاضي أيضا يعني في موضوع أن السلطة الفلسطينية قالت بأنها ملتزمة باتفاقيات دولية يعني كل هذه الاتفاقيات يعني تتحدث أيضا عن القضاء واستقلالية كيف يعني يمكن أن يتساوى هذا الأمر مع الاتفاقيات الموقعة من قبل السلطة الفلسطينية كما قلت بأن من سن أو نظم هذه التعديلات أنا متأكد بأن الرئيس وخاصة بأنه ليس فقيها بالقانون السيد الرئيس أبو مازن ولكن مستشاريه ومن هو مستفيد من هذا التعديل قدم إلى الرئيس على أنه فيه مصلحة للوطن علما بأن السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاقيات دولية لحفظ استقلالية السلطة القضائية وعدم تغول السلطة التنفيذية في السلطة القضائية. وقبل أيام قليلة قرأنا على صفحات التواصل الاجتماعي بأن الاتحاد الأوروبي والأورمتوسطي أرسل رسائل إلى القيادة الفلسطينية لضرورة الالتزام بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية الموقعة إلا أنه يبدو أن الرئيس لغاية هذه اللحظة لم يصلوا مدى خطورة هذا القانون. أيضا هو أرسل للدكتور عيسى أبو شرار رسالة دعم يعني كانت من الرئيس على عقب الاحتجاجات التي قمتم بها يعني سمعنا عن ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي ولا أعتقد بأن الرئيس أبو مازن يصل إلى مرحلة أن يدعم رئيس سلطة قضائية غير شرعي عندما يعلم بأن التعديلات التي حصلت على قانون السلطة القضائية الموازي للدستور الفلسطيني أو القانون الأساسي الفلسطيني والذي لا يجوز بالمطلق أن يتم تعديله أو العبث فيه الذي لا يجوز أن يتم تعديله إلا من خلال هذا المكان المجلس التشريعي الذي أصدر هذا القانون خلال سنوات عديدة. ما قيل بأنه اتصل برئيس مجلس القضاء الأعلى نحن لا نعلم مضمون هذه المكالمة وإن كانت فإن رئيس السلطة الفلسطينية يتحدث مع رئيس مجلس قضائي غير شرعي وغير دستوري ولا قيمة لهذه المكالمة. نعم
شكرا لك. شكرا. يعني هذا احد القضاة المتضررين من قرارات القضاء الفلسطيني، حيث يعني تم إقالة أكثر من 20 قاضيا فلسطينيا بشكل كيدي كما يقول هنا القضاء. أيضا نقابة المحامين الفلسطينيين يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. سهلا أستاذنا. اليوم الاحتجاج مع مبيت في هذا المكان، يعني رمزية المجلس التشريعي الفلسطيني، ونحن يعني قادمون على انتخابات تشريعية قادمة، رمزية التواجد هنا، وإلى متى هذا المبيت؟ الحقيقة هو القرار ليوم واحد المبيت، لأنه إحنا تعودنا في نقاط محامين أنه أسبوعيا نأخذ القرار في موضوع الاحتجاجات، وبالتالي يوم السبت رح يكون في عنا قرار آخر بخصوص الاحتجاجات المقبلة الأسبوع القادم. المجلس التشريعي اليوم لما له من رمزية ولما لهذه القرارات أيضا من تطاول على سلطة المجلس التشريعي الأصيل بإصدار مثل هذا النوع من القرارات، فبالتالي هي رسالة رمزية لرمزية المجلس التشريعي واحتياج الشعب الفلسطيني لمثل هكذا مؤسسات. ايضا كيف ستمس هذه القرارات بقانون في حال يعني وهي تطبق، يعني كيف مست بواقع الحريات، هامش الحريات للمواطن الفلسطيني؟ الحقيقة أنه هذه القرارات بقوانين شكلت انتكاسة كبيرة جدا في موضوع الحريات العامة وحقوق الإنسان في فلسطين، خصوصا إذا أخذنا الجانب المتعلق في موضوع تعيين القضاة في محاكم الصلح. محاكم الصلح كما نعلم هي محاكم تسمى محاكم الحريات العامة، وبالتالي هي محاكم التوقيف ومحاكم التمديد ومحاكم إخلاء السبيل. فهذه التعديلات استحدثت شيء جديد، ألا وهو القاضي 3 سنوات تحت التجربة، ومدة مكوث القاضي في هذه النوع من المحاكم 3 سنوات، فبالتالي كل قضاة الصلح في فلسطين سيصبحوا تحت التجربة. إذا كل القضاة اللي بيمتلكوا حق التوقيف وإخلاء السبيل هم مهددين بوظيفتهم بأمانهم الوظيفي، فبالتالي هذا يشكل خطر كبير جدا على ملف الحريات العامة في فلسطين. ناهيك عن موضوع اللي كمان ما تضمنه التشريعات، تحديدا تعديلات على قانون السلطة القضائية في عدة جوانب، منها أعتقد صلاحيات غير طبيعية لرئيس مجلس القضاء الأعلى بإقالة القضاء، بإقالة بعض القضاء بلا أسباب، بلا أبداء أسباب. وتم استحداث أيضا ما يسمى بلجنة الصلاحية، هذه اللجنة اللي مش محدد دورها ولا محدد أعضائها ولا إيش الواجبات الملقى عليها باستثناء موضوع التأديب وموضوع التفتيش، فبالتالي في خطورة عالية جدا على ملف الحريات العامة في فلسطين. أيضا موضوع الانتخابات والمحاكم الإدارية، هذا الموضوع انا اتمنى يعني اتمنى على الفصائل الفلسطينيه ان يعرض هذا الملف على في على طاوله الحوار في القاهره. زي ما تحدثنا انه قانون المحكمه الاداريه العليا هي بالاضافه الى دورها كمحكمه اداريه محكمه انتخابات، وبالتالي ان تعين المحكمه بهذا الشكل هذا يشكل خطوره على العمليه الانتخابيه برمتها، وبالتالي يعني هذا النوع من المحاكم يفترض في الحاله الفلسطينيه الموجودين فيها الان يجب ان يكون بالتوافق. ذهاب طرف واحد لتعيين محكمة هذا إن دل على شيء بدل أنه ممكن يعيق العملية الانتخابية برمتها من حيث المبدأ أساساً. إلى أين تسير هذه الاعتصامات؟ الحقيقة أنه إحنا هذا الأسبوع الرابع في الاحتجاجات، 4 أسابيع والقضاء الفلسطيني مشلول تماماً، كويس 4 أسابيع والمحامين الفلسطينيين يعني يمكثوا في بيوتهم أو في ساحات الاعتصام. نحن لا نتوقع أن يحل الموضوع بهذه السرعة، نحن نعلم أنه هذه التعديلات إنما يعني هي الحقيقة يعني ليس لها جانب قانوني فقط، نحن نعتقد أن هناك جانب سياسي أيضا لهذه التعديلات، وبالتالي إحنا مستمرين في ضغطنا ومستمرين في حراكنا إلى أن يستجيب المستوى الرسمي لمثل هذا النوع من الضغوط والاحتجاجات. نعم شكرا لك. هذه مشاهدينا كما سمعتم من هنا يرسلون رسائل إلى القاهرة، يرسلون بهذه الرسائل إلى المتحورين أيضا في القاهرة. يعطيك العافية. الله يعافيك. أستاذتنا اليوم يعني أنت متواجدة في المجلس التشريعي الفلسطيني، رمزية المكان بالنسبة لكم كمحامين مع هذه الاحتجاجات. معك الأستاذة زينب عبد الرحمن سلفيتي، محامية لأكثر من 20 سنة وطالبة الدكتوراه في السنة الأخيرة ومختصة بصياغة التشريعات. أنا جاية بصفتي أولا إنسانة، بصفتي مواطنة فلسطينية، بصفتي امرأة، ومن ثم صفتي كمحامية. أنا جيت لأمثل الشعب العربي الفلسطيني في حقه في انتخابات برلمانية، حقه في انتخابات برلمانية مستقلة، لأنه أنا بطلب من إخواني المتحاورين في القاهرة كل الفصائل، وبتمنى عليهم أن يتم التوافق على حل الشعب الفلسطيني. أنا بطلب إعطاء الصلاحية التي سلبت من المجلس التشريعي المنتخب حقه في التشريعات. أطلب منهم أنا بطلب أن يتم من كحوص النوايا سحب 3 قرارات بقوانين التي اغتصبت حق السلطة التشريعية والقضائية. السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص. هنا تم تعديل الدستور القانون الأساسي، لا تملك
قرار بقانون يصدر عن سلطة تنفيذية مهما على شأنها لا يملك أن يعدل قانون أساسي. القانون الأساسي يحتاج تعديله إلى أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. هنا تم تعديل قانون السلطة القضائية بمعنى اغتصاب السلطة القضائية، تم إلغاء السلطة التشريعية وإلغاء السلطة القضائية. أنا بطلب من إخوان المتحاورين في القاهرة أن يتم سحب هاي القرارات وجميع القرارات بقوانين، مش بس هذا القرار بقانون. أنا مش مشكلتي مع رئيس المجلس الحالي، أنا مشكلتي مع الطريقة التي يتم تعيين رئيس المجلس فيها. هنا السلطة التشريعية والتنفيذية سلطة تشريعية والقضائية بيد سلطة واحدة، السلطة التنفيذية، وهذا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون ومبدأ استقلال القضاء. أنا بطلب أن حق الشعب الفلسطيني في انتخابات برلمانية بدون أن يتم إلغائها من قبل محكمة إدارية. أنا لي دراسة مختصة أتمنى أن يتم نشرها على الملأ ويعرفوا بها إخواننا في القاهرة وفي غيرهم، إنه في إشكاليات كبيرة هون، في اعتداء على حق السلطة التشريعية على السلطة القضائية. تتركز السلطات في يد شخص واحد هي السلطة التنفيذية، في يد سلطة واحدة السلطة التنفيذية. أنا أتيت هنا كإنسانة، كإمرأة، كحقوقية، كقانونية، أتيت لأرفع الظلم عن الشعب العربي الفلسطيني. أنا ملاحظاتي على القانون، مشكلتي مش إنه قانون، أنا مشكلتي إنه قرار بقانون، قرار بقانون، قرار يتعلق بحقوق وحريات الناس الأساسية. المحكمة الإدارية تستطيع أن تلغي نتائج جميع الانتخابات البرلمانية، الرئاسية، البلدية، النقابات المهنية، كل هذا الكلام يستطيع أن تلغي بقرار محكمة إدارية، بمعنى نتائج الانتخابات محكومة مسبقا قبل أن تبدأ، وهذه نقطة الخلل. كمان قانون الانتخاب لا يصدر بقرار بقانون. وبارك الله بكم وشكرا لكم. نعم شكرا لك. يعني هذه رسالة كانت من المحامين المعتصمين في المجلس التشريعي الفلسطيني لملاهر من رمزية، رسالة للفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة اليوم لطرح هذه القرارات بقانون، والتي تقوض سلطة القضاء الفلسطيني وتعطي الصلاحيات للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية. كانت هذه مشاهدينا الرسالة من ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله، حيث اعتصام نقابة المحامين الفلسطينيين احتجاجا على القرارات بقانون التي اتخذها الرئيس الفلسطيني، والتي يعني تقوض القضاء الفلسطيني واستقلالية القضاء الفلسطيني. يا أحفاد النازيين